200 درهم اخرى مكمشه. الا بغيتوا الفيديو ديال العيد ما تنساوش ديروا 30000 لايك. واو اللي خسر فيكم غادي ندير النص ديال الفلوس اللي في الحصاله ديالك. هنا عاوتاني الاستعدادات ديال السفر والعيد. المهم اخوتي مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله كما كتشوفوا كنوجدوا لحقاش غادي نسافروا، غنمشي ندوز العيد مع من؟ مع مالين الدار انا. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، هاد الشنطه هاد الصغيره فيها حوايجي انا وحوايج شكون؟ هشام. وحوايج شكون؟ يونس. وانتي بوحدك داي هاد الكبيره فرد يلاه تقدني وركن بالك دايما. المهم انت سمعتي علاش كنصور دابا؟ لحقاش قررت اليوم نفتحوا الحصالات اللي خبينا للعيد. العيد واخيرا فرحانه مستعده. يلا جبدي الحصاله ديالك، فين دايره؟ مخبيها سريه هذيك هي مخبيها منعسه حداك. المهم اخوتي وجدنا كل شيء ودابا بقى غير وقت الحصالات نفتحهم قبل ما نمشيو. والحصاله ديال ابتسام صندريلا المهم مده هذه وحنا كنخبيو فيهم كل واحد شنو كيخبي. قلنا بشرط ما نخبيوش 10 ريالات الدراهم. انت اللي لقيتو مخبي شي درهم في الحصاله ديالو غديرو فلوسو كاملين. علاش؟ حيت قلنا حتى حد كل شط لي شي صيف مشي خميره مشي. المهم هذه الحصاله ديال ابتسام يلا يلا خليها شيك. ساليتي؟ صافي ساليت. هشام وهشام صباح الخير. خلعتيني هو هذاك مرتاح ورا غدا العيد اصاحبي. واه هشام بغيت نقول لك واحد الحاجه. شنو؟ اخيرا غنفتحوا ديك الحصاله اللي انت معنق 3 ايام دابا ويلي وكتسنى نهار العيد. جبد واخا مخبي على دوير الزمان. جبد نوريكم. تخيلوا معايا هشام من اللي عرف بلا العيد قرب هو يا مخبيها كينعس هو وياه. راه انا عايش حدايا اختي لنديروا لك شي مقلب ويلي نسرقوا عليك. المهم هذه هي الحصاله ديال هشام اخوتي ديال ميكي موس. واش تدري ولا جاي بحصالة ديال ميكي موس. حصيصة حصيصة فراسك ديال ابتسام خاوية هذه جاك تعامرة. فرحتيني. شحال كتوقع غتكون فيها؟ شي 1000 شي مليار. يونس اخوتي مقصر عاوتاني واحد اللعبة عجيبة. هو عبارة على واحد الكرة شفتوه وكيخصو يتخبى من الكرة الكبار باش ما ياكلوش. عندك يا يونس ياكلوك؟ شوف شوف انا عارف بلا نقول لك واحد الحاجه غادي تخلي اللعبه عرفتي شنو هي؟ اخيرا يا يونس حيت قرب العيد هيا كلاو 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 خسرتي. غادي نفتحوا الحصاله ديال العيد. مستعد؟ يلا سجل الحصاله ديالك جري جري. اوكي السلام عليكم زازلوس اوفردوز، مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي. فيديو جديد اخوتي وتحدي جديد. التحدي ديال اليوم هو نشوفوا شكون فينا اللي عنده حصاله فيها بزاف ديال الفلوس اولا شكون فيهم، حيت انا ما درتش حصاله اخوتي. ولكن قبل ما نبداو بغيتكم تكتبوا في الكومنتات شكون كتوقعوا، راكم شفتوا كل واحد والحصاله ديالو. دابا كتبوا شكون كتوقعوا اللي عنده بزاف ديال الفلوس اللي مخبي بزاف ديال الفلوس. ونازلين نازلين الكومنتات ما تنساوش ديروا واحد لايك. كنتحداكم هذا الفيديو توصلوه ل 30000 لايك. يلا كونوا قد التحدي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ليتس جو نبداو. ها هو كل واحد فيهم جاب الصندوقه ديالو اولا الحصاله ديال هشام ديال يونس اخوتي مدقدقه كامله حيت ما كيخليهاش في نفس البلاصه. شوف فرشخها كامله ديال فري فاير اخوتي وما كنخليهوش يفتحها حيت هو ما قدرش يصبر نهائيا حتى العيد. ها انت دابا غتحلها صافي اخيرا. شحال كتوقع غتكون فيها؟ 500 1000 درهم 2000 600 درهم. طبعا الحالة هذه ديال ابتسام شفتوها قبيله وهذه هي باش غنفتحوا الحصالة. شوف هذه غندير بها واحد التحدي خطير ده ويلي ما بين هشام وابتسام. يا زايا حيت الدراري الصغار منع عليهم يفتحوا الحصالات ولا يستعملوا اي آلة حادة. صافي هشام راه جيب التليفون كنديروا به كرونو غنشوف شكون فيكم اللي غيقدر يفتح الحصالة في أقصى سرعة أقل مدة أقل مدة هو اللي يربح. زيد نشوف دير لنا كرونا هشام هاك انت الاولى غتبدا يا ابتسام. انا الاولى شوف حاش كيدير بعدا الاولى ما شغليش صبر راسك معاها كرونو. ها هو واجد ابتسام ها هي واجده بهذه الطريقه باش كتفتح الحصاله. أوكي. يلا هشام واحد جوج ثلاثه ورك. الي ابتسام الي ابتسام الي ابتسام كتفتح نشوف بعدا واش تفتحات ولا ما تفتحش. والله الا تحلات سربي سربي راسي في يدي ماشي تغنى. شوف اللي خسر فيكم غادي ندير ليه النص ديال الفلوس اللي في الحصاله ديالك. لا لا يلا زيد فتحي غنشوف شحال ديال الوقت غادي تدوزي. تخيلوا معايا ان النص ديال الفلوس اللي هو كيجمع دابا مده غنديهم ليه حيت خسر التحدي 23 ثانيه. زيد علي ابتسام شتات فيك شتات دابا راه كيضرب تيضرب تيكثر من النص
برافو ابتسام برافو كاسكا زيد علي ابتسام علي ابتسام علي ابتسام علي ابتسام واش بديري؟ راه بدل البلاصه تسمعوش. لا 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 ابتسام الا كملتي غير النص غادي تقدري تضربيها وتحل. راه مشيت للنص الاخر. برافو خطه ذكيه زيد ما بقى والو ولا ابتسام. شحال ديال الوقت؟ شحال ديال الوقت؟ 50 ثانيه. برافو ابتسام. لا لا صافي راه دزتي البلاصه مفتوحه. ايه وراه كنشوف واش تقدر دابا تحلك ولا لا. زيد دابا غادي واحد الطريقه اخوتي زيد عيب شويه عليك. لا راه هاد داكشي ماضي هاكاك. المهم نقدو نقولو بلا ابتسام. وي افتحها والناس حبس. دقيقة ستة ثواني. برافو كما كتشوفوا واو 4000 ريال داخل. واش تصحابك راه درت 4000 ريالات؟ درتو حتى نتوما 4000 ريالات؟ ما عرفتش انت كتحط ما عارفش نسيت. المهم كما كتشوفوا ابتسام عندها داك الشيء الوراق ناري. المهم زيدي كملي فتحي عم كالتا باش نجي النوبة ديال هشام. واحد فيكم غديروا النص ديال الفلوس يا هشام. ما تغليش انت ما غاديش نعطيك تحلها صافي حيت اله حدا ما يمكنلكش تستعملها. وزيدون ها وهادي عاوتاني هادي كما كتشوفوا ما ديال الزر. اه دابا النوبه ديال هشام اش كتسنى راه طلقت كرونو. وي اللي زربتي عليا. اه كيشوف فيا وكيضحك. اوكي هشام حد انا خوتي ما عرفتش ليها حيت هو كيخدم بالكوشيه. ها انت ناضي هشام زيد وراك سطرتيها واحد المسطره زوينه اصاحبي بان لي ماشي بحال الطريقه باش فتحتها ابتسام خسراتها ولكن ثقيل بان لي ثقيل. دابا 20 ثانيه دازت وباقي ما فتحش اخوتي حتى شويه منها. يلا الي هشام الي هشام الي مشاو ليك فلوس كعشيري اللي كتجمع فيهم على قبل العيد زاهيه. خصك تورك مزيان راه بان لي كاع ما تحلات. بلاتي نشوف بلاتي نشوف دور دور شوف شتي راه الاولين كاع ما تحلوا. اه لا تحلات تحلات ولكن شويه 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 كيقطع. غير وحل معاه دازت 45 ثانيه وباقي هشام ما فتح والو زيد ولكن هو واقيلا بغي يحيدها كامله. اش بدير هشام بلا ما تحيدها كامله بلاش اجي ضرب غير هاد البلاصه هادي باش دير بحال ابتسام. كمل باش دير راه بقات لك 10 ثواني. انا غادي انا غادي شوف شوف وهشام بقات لك 10 ثواني سير هكاك زيد واحد جوج ثلاثه ربحاتك. حبس صافي حبس ربحاتك عشيري ربحاتك. شوف بحال شوي جبدها زيد 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 مازال كيدوز الوقت وانت معطل حيت كيما قلت لك خليتي شي بلايص ما فتحتيهمش مثلا هاد البلاصه هادي ما حليتيهاش هي درت لك المشكل فتحها دابا باش تقدر تجرب. يلا سير يا هشام مسكين دقيقه و30 ثانيه مشاو ليه النص ديال فلوسهم اللي غنحسبوهم غندير ليه النص النص عبد الحساب غندير ليه النص ما غنعقلش عليه مسكين زيد بارك. هاي هاي عاوتاني هادشي عندك مسخمه خايبين شوف شوف اوكي الخير تما قلت لكم دوير الزمان دوير الزمان والوراق مخبيهم تما كارت فيزيت وما عرفتش داك التخربيق. المهم هاك خلي حتى نحسبوا داك الشيء حيت مشى لك فيه النص. تعطلت يا عشيري انت اللي قبلتي التحدي. يا سلام هذه ديال يونس حتى هي تبارك الله فيها شي 200 درهم تما ولا جوج مقمحه ديال يونس باينه بشارجيه ديال بصح. المهم اخوتي انا اللي تكلفت فتحتها هذه ديال يونس حيت هادو راه منين فتحوا هاد الجوج صافي عينا صافي ودي ضرونا قاصح. دابا غتلعبوا ورق حجر مقص باش اللي ربح فيكم هو الاول غيبدا يحسب شنو في الحصاله ديالو. انا كنت نعرف شحال عندي سير سير كلكم عرفتكم بغيت تعرفوا زين بومبح. اوه يعني خسرتي انت الاخر. يلا سير زين بومبح. اه الثاني اذا ابتسام هي الاولى واحد ثلاثه خبي داك الشيء. اوه ها هي انت. انا عندي على الورق ما عنديش الثقافه. ما كاينينش الدرهم ولا 10 ريالات. لا شتي الحمد لله. هي كانوا راه نعتبروك بحال ما جمعتي والو. الحمد لله. ويلي ويل ابتسام واخا هكاك كاين الاوراق بزاف. راه هذا كل معقول واشنو شنو معقول. اوكي يلاه بديت تحسبي شحال 10 دراهم. جوج سعود ديال 10 دراهمات وشنو عندك تما عاوتاني؟ واحد 200 درهم جوج 200 درهمات ثلاثة ثلاثة زيد أربعة ديال 200 درهمات هي شحال؟ يعني 16000 ريال 800 درهم 16000 ريال 800 درهم على 100 درهم هي 900 درهم 900 درهم ويلي هذه جمعت 900 درهم بوحدة على 50 درهم 950 زائد هذه 970 درهم ويلي ويلي اي دوز عندك عيد ناضي
ولكن واحد القضيه يونس، نهار العيد اش كدير ماماك كتدور معاك؟ يعني غادي تدوري معاه من بعد فهاد الفلوس؟ هات هاي التدويره هكا وليدي التدويره حتى العيد كثار غدوري معاه. اوكي دابا النوبه ديال هشام هشام 970 درهم 970 هاك هي كتجمع الزرقات عارفه حيت كتدور معنا نهار العيد كامل. يلا سير واحد جوج ثلاثه مشكله الشمس عيان هادشي ما بان ليا فيه والو الصاد. يلا سير بدا تحسب زيد اول حاجه 10 دراهمات وخمسة دراهمات. يلا سير بدا واحد جوج ستاش العشرة دراهم زيد ها 17 زيد فينا ها 18 فين شي خمسة قولوا 19 قولوا 19 190 درهم 190 درهم 190 درهم ديال 10 دراهمات. اوكي شنو عندك عاوتاني 100 درهم اذا 290 درهم 200 درهم اذا 490 درهم ويلي 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 50 درهم يعني 490 زيد لها 50 درهم هي شحال؟ يلا شكون يحسبها بالزربه؟ هي 540 درهم 540 يلا زيد شكون تما 20 درهم اذا 560 درهم 560 الكالكيلاتريس غادي في الحساب. دابا هاد 560 مقسومه على جوج هي شحال؟ زيد المهم النص ديالها كتبوه لي اخوتي في الكومنتير. النص ديال 560 كتبوه في الكومنتيرات باش نديه ليه. يونس دابا النوبة ديك جمعوا فلوسكم جمعوا فلوسكم باش ما يتخلطوش مع يونس باينه عنده تما الشقا فيه بزاف. يلا سير واحد جوج ثلاثة او لا انت وليدي نشوف باقي شي حاجة لداخل باقا لا غير هذيك التصويره ديال هذه كتبان بحال الفلوس شتيها كتبان بحال الفلوس. اوكي ويلي ويلي شحال ديال الاوراق عند يونس ويلي ويلي زاهيه. يلا بدا ب 10 درهمات هما الاولين صافي يلا بدا تحسب صافي عام 11 دابا شنو هادشي نقولوا 12 نقولوا 12 يعني غنشوف شحال يونس تما كاينه 120 درهم كلها غير 10 دراهمات و5 دراهم بحال هنا 120 درهم 120 ناقص واحد 5 دراهم ولكن نعتبرها 120 غير باش نقادو الحساب بزاف. يلا سير دابا شحال من 20 درهم عندك واحد 40 درهم زيد زيد ها 60 درهم ها 60 درهم ها 80 درهم 100 درهم 100 على 120 هي 220 220 درهم اوكي وعندك بلاتي صبر صبر عندك 200 درهم 1000 ريال شكون عطاك هاد 200 درهم درتيها في الصندوقه انا عطيتها لك عطيتها لك انا ولا ماماك ولا ربحتيها في شي تحدي تفكر شي تحدي ربحتها في شي تحدي المهم 200 درهم زائد 220 هي شحال 420 بلاتي خلي هاد 50 درهم تلفنا في الحساب 420 420 نزيدو هادي هي شحال 620 520 520 غير 100 درهم هادي ماشي 200 520 واو واو 200 درهم اخرى مكمشه يونس شادشي مكمش داق قلب زين اذا 720 ويلي 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 720 ها راه ديك 50 درهم على 50 درهم هي شحال 100 درهم هي 820 قرب ليك قرب ليا المهم انا فين تاكون يونس عنده 820 فايتو فايتو بزاف عشيه المهم اخوتي ما تنساوش تكتبوا لي في الكومنتيرات شحال النص ديال هاد 560 باش ناخذو اخوتي ضروري عندي ما ندير وهادشي اللي جمع يونس وهادشي اللي جمع ابتسام كانوا كيربحوا في التحديات وحطوا فلوسهم في الصندوقه. يلا عيد مبارك سعيد اللي دخلوا عليكم الصحه والسلامه تهلاو في راسكم باي باي الا بغيتوا الفيديو ديال العيد ما تنساوش ديروا 30000 لايك.